حرش، يا رب يكتر من نقط ضعفه طبعا. اه طبعا. دي اللي احنا بنسيطر عليها. احكي لك حكايه عني زمان في حكايه التحرش دي. انا كنت بركب اتوبيسات، وانت عارف الاتوبيسات بيحصل فيها ايه، فكنت بسمع طبعا قبل الاتوبيس والبنات بيحكوا بتاع، فكنت بخاف جدا. فمع اول تجربه طبعا اتضايقت جدا، فبقيت عارف الدبوس المشبك، ايوه، افتحه واحطه هنا كنت، واحط ايدي ورا ظهري وامسك في الاتوبيس. جدع حد يقرب بقى، حد يوريني نفسه بقى. حد يوريني نفسه بقى. فكان يعني لو حد قرب يتشك، شكرا ما يجيش تاني. بس كان تفكير طفله برضو، يعني انا كان عندي 12 13 سنه، بس انا مخي سم في الحاجات اللي زي دي، احب ابقى حريصه جدا. احنا في مستوى عندنا كامل على فكره، هو متخصص بس في الاكسسوارات، ازاي اقدر احمي نفسي باي اكسسوارات حواليا في اي مكان. فرضا انا دخلت مكان واتعرضت لاي موقف خطر، اتعمل لي كمين، ازاي انا بالاكسسوارات دي اعرف احولها لاسلحه؟ انا هجي لك يا مينا. اوكي تشرفيني. طيب مريز، اتعرفتي بيه ازاي؟ بمينا شفته قبل كده على السوشيال ميديا ولا في مينا؟ علي صوتك يا مريز، البنات اللي بتجيلي كلهم لطاف ومؤدبين قوي وصوتهم هادي. اتعرفت بيه عن طريق السوشيال ميديا وطريق برنامج في التلفزيون. فكلمتيه او تواصلتي مع المكان؟ ورحتي وقابلت كابتن مينا واتدربت معاه. اتدربتي في قد ايه يا مريز؟ انا بقالي دلوقتي 3 سنين تقريبا. ده انت ملتقى يعني، عجبتك الفكره جدا. ده انا بيتهيألي اكيد اشتغلتي معاه بعد كده. ده لازم بعد 3 سنين تشتغلي معاه. لا بس هي يعني هي دلوقتي داخله في مرحله ان هي تبقى مساعد كوتش. مدرب. يعني هي واصله، وهي كمان الاستمراريه هي دي اللي كنت لسه بقول لك عليها. فهي حابه الموضوع قوي. برافو عليكي. طب انت حصل لك بقى في خلال ال3 سنين دول بعد ما اتعلمتي اي او انت رحتي في الاول التجربه دي عشان اتعرضتي لاذى او تحرش او حد ضايق؟ اي بنت بتعرض لمواقف في الشارع بتضايقها. احب انا الصراحه. مع المخرج بيقول لي احكي لنا حاجه عن التحرش، التحرش. قلت له ها، مفيش بنت ما حدش تحرش بيها يعني. ده كده يعني. بس في بنات بتخاف تتكسف تقول ده، لكن للاسف تتكسف ليه؟ ده فعل مشين حصل ليها وهي ضحيه، فلازم تقول وتدافع عن نفسها وتعلم الاخرين يعني. ودايما بشجع البنات اوعي تتكسفي، اوعي تخافي. ولادي هما صغيرين، كنت الولد والبنت على فكره، كنت بشرح لهم يعني ايه تحرش، ويعني ايه راجل ممكن يعمل كده، ويعني ايه ست ممكن تعمل كده. فخدوا بالكم، وعلى قد معرفتي كأم يعني كنت اقول لهم صرخوا زعقوا اجروا كده. لا بس لو كنت اعرفك كنت قبلها كنت جبتهم لك. فانت تعرضتي لحاجات، فبناء عليه قلتي انا اروح اتمرن. بعد ما اتمرنتي هل تعرضتي لموقف وعرفتي تدافعي فيه عن نفسك؟ ممكن بس موقف هزار بيني وبين اصحابي، بيني وبين خلالي، بتبقى الضربه شديده شويه. الهزار بيتحول لجد. للاسف. تعاوير، وجع، بتاذيهم للاسف بيحصل. لو الموضوع خد وضع الهزار في الضرب فبضطر اتعامل. انما الحمد لله في الاثناء دي ما حصلكيش حاجه بجد.